الحارة لعاهلي سلطنة بروناي دار السلام لأخيه وصديقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أنني أود أن أبلغكم تحيات حكومة بروناي دار السلام ووزير خارجيتها لحكومة ووزير خارجية المملكة المغربية على حفاوة الاستقبال. هذه أول زيارة لي ليس فقط لمدينة الرباط ولكن للمملكة المغربية، ويا لها من تجربة رائعة أن ألقاكم هنا في الديار المغربية. سيداتي سادتي، كما تفضل بالقول سعادة السيد ناصر بوريطة، إن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين تعود إلى 35 سنة من الأخوة والتضامن. وكما قلت ذلك، فبالرغم من المسافات الطويلة والشاسعة التي تفرق بيننا، فإن الصداقة والتضامن بين عاهلينا وطلبتنا ومؤسساتنا قد قربتنا بشكل كبير، ولطالما استفدنا من التبادل في الشؤون الطلابية والإسلامية والتصور المشترك للإسلام بقيمه المنفتحة المستنيرة. وقد كانت لدي مباحثات مثمرة مع صاحب السعادة السيد ناصر بوريطة، والتي سطرت خارطة طريق بالنسبة للطريق المشترك الذي سوف يعتمده البلدان، على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين بلدينا في شخص وزارتينا، والتي سوف تكون أرضية خصبة من أجل تكريس التعاون بين البلدين. إن بروناي دار السلام والمملكة المغربية بحكم تموقعهما الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا سوف يسمح لنا من أجل أن نستثمر الموارد المتوفرة لبلدينا من أجل النهوض بأواصر التعاون والتنمية الاقتصادية. وعلى المستوى الإقليمي والدولي لقد قمنا بتدارس العديد من الانشغالات المتبادلة، حيث أن بروناي دار السلام تدعم دور المغرب على مستوى مجموعة آسيان، وسوف نمضي قدما في مختلف الوسائل التي من شأنها تكريس هذا التموقع، وكذلك من أجل أن نمضي قدما في تكريس موقع المغرب كشريك استراتيجي على مستوى هذه المجموعة. بخصوص الشرق الأوسط، فنحن نتقاسم نفس الموقف عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية، إذ أن بروناي دار السلام تعترف بأهمية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتثمن مجهودات المملكة المغربية من أجل ضمان أن يكون هناك قرار يسمح بتكريس الأمن والسلام على مستوى هذه المنطقة. إن العلاقات بين بروناي دار السلام والمملكة المغربية سوف تتمتع بتقوية دعائمها ومضيها قدما في فصول جديدة من التضامن والأخوة والتعاون. أشكركم سيدي الوزير، شكرا لكم جميعا، وكذلك أضحى مبارك سعيد لكم جميعا. أشكركم على حسن الإصغاء.